متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية في المملكة التي نبدأها بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم، والتي أشارت إلى تشكل سحب ركامية رعدية قوية على طول الواجهة الغربية من المملكة بحمد الله، وكانت يعني مترافقة مع هطول لزخات رعدية من الأمطار. هذه الأمطار طبعا في بعض من هذه المناطق تكون غزيرة وترافقت مع زخات من الأمطار الغزيرة، وأيضا تشكلت السيول وجراية الأودية، كانت بعض السحب شديدة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية كما تلاحظون، بالإضافة أنها امتدت شمالا شملت أيضا مناطق تبوك والمرتفعات الجبلية المحاذرة وبعض المرتفعات الجبلية ما بين تبوك والمدينة المنورة. طبعا ما زالت جمهورية مصر تتأثر بتشكل هذه السحب الركامية الرعدية أيضا، وجميع هذه المناطق هي خاضعة ضمن تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي. سبب هذه الأحوال الجوية غير المستقرة هذه الدرجات الحارة في طبقات الجو العليا، كما تلاحظون هذه الألوان هي درجات حارة أقل من المناطق المحيطة وهي متواجدة في هذه المناطق، وتؤدي إلى نشوء هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، ذلك بسبب تصادف هذا الهواء البارد مع وجود لاندفاع لكتلة هوائية حارة في طبقات الجو السفلى، تصادف الكتلتين الهوائيتين في طبقات الجو العليا الباردة والأخرى الساخنة في طبقات الجو السفلى يعمل على تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي في هذه المناطق، وتتركز فوق المرتفعات الجبلية الغربية والواجهة الغربية للمملكة. غدا يتوقع أن يتحرك هذا الهواء البارد شرقا ليقترب أكثر ويدخل داخل المملكة، وبالتالي غدا نتوقع أن تنتقل النطاقات المتأثرة بالأحوال الجوية غير المستقرة من المناطق فقط الغربية تصبح أيضا مناطق أكثر داخلية في المملكة معرضة أن تتعرض لزخات من الأمطار الرعدية، سنتحدث عنها بعد قليل بتفصيل أكثر. هذه درجات حرارة المتوقعة بالقرب من سطح الأرض، وكما تلاحظون الألوان الباردة الداكنة الحمراء تنم على الألوان الحارة أو الموجة الحارة التي تتأثر بها مناطق واسعة من بلاد الشام ومصر، وبالإضافة مندفع عنها من المملكة، يتوقع أن تستمر أن تغطي معظم مناطق الشرق الأوسط هذه الكتلة الهوائية الحارة ذات درجات حرارة التي أعلى من المعدلات لمثل هذا الوقت من العام. توقعات الهطولات المطرية إذن مع ساعات اليوم وظهر وعصر اليوم، كما تلاحظون أمطار على أغلب الواجهة الغربية من المملكة، زخات رعدية أمطار على جمهورية مصر، مع ساعات الليل تتراجع الحالة عدم الاستقرار الجوي، وهذا أمر طبيعي في الأحوال الجوية غير المستقرة أنها تتراجع بسبب لأنها تتغذى أكثر على الارتفاع على درجات الحرارة التي يحدث في ساعات النهار. ومع ساعات نهار يوم غد كما تلاحظون تختلف توزيعات الهطولات المطرية، تبقى الهطولات المطرية الرعدية حاضرة في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية وتلك المتاخمة على الحدود الأردنية السعودية من منطقة تبوك، وأيضا نلاحظ أنها انتقل الحزام الرعدي شمال مناطق حائل وأجزاء من القصيم وصولا إلى الأجزاء الغربية من محافظة طريات بما فيها منطقة الدوادمي، وبقيت الفرصة مهيئة لزخات رعدية من الأمطار فوق المناطق والمرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى خلال نهار يوم الاثنين بحول الله. تبقى فرص الأمطار قائمة سواء ليلة الأحد على الاثنين أو الاثنين على الثلاثاء على المناطق الجنوبية الغربية في ساعات الليل، ولكن كما تلاحظون يوم الثلاثاء أيضا متوقع المزيد من الأمطار الرعدية، ولكن تركيزها ينتقل أكثر شرقا حيث تقترب حتى من العاصمة الرياض وتكون متركزة على القصيم، وتبقى الأمطار الرعدية حاضرة في أغلب مناطق ومرتفعات جنوب غرب المملكة طبعا بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض أجواء غالبا صافية، درجة الحرارة صغرى 26 درجة مئوية والأجواء مقبولة معتدلة في أغلب مناطق العاصمة الرياض. غدا نهارا تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى كالتالي: في إسكاكا من 40 إلى 27 مع فرصة لأمطار رعدية وأتربة مثارة، عرعر طقس مغبر من 40 إلى 26، تبقى الفرصة مهيئة لأمطار رعدية في تبوك والحرارة العظمى غدا 37 والصغرى 22 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة في المدينة المنورة كما نلاحظ ضعفت فرصة الهطول، تكون العظمى غدا 41 إلى 28، أجواء حارة في جدة من 41 إلى 31، 40 إلى 31 في مكة المكرمة مع أجواء غالبا غائمة والفرصة متاحة لكنها أضعف لأن ترى بعض الزخات الرعدية من الأمطار، تبقى الفرصة قائمة لزخات رعدية قد تكون غزيرة من الأمطار فوق الطائف من 27 إلى 21 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى والصغرى. المناطق الجنوبية الغربية 28 إلى 16 في أبها والباحة من 26 إلى 18 مع أمطار رعدية إن شاء الله ستكون أيضا غدا، في جازان على الساحل من 38 إلى
33 درجة مئوية. في الإحساء غدا أجواء حارة للغاية 43 إلى 25، 39 إلى 25 في الدمام، و 42 إلى 28 في حفر الباطن. المناطق الوسطى من المملكة، في الرياض غدا 41 إلى 28 طقس حار، فرصة لأمطار رعدية مع أترب مثارة غدا في القصيم كما تحدثنا من 40 إلى 24. كذلك أمر في حائل، الفرصة جيدة غدا لأن ترى زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى مع أجواء مغبرة بعض الشيء من 38 إلى 23 درجة مئوية. الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، إذن 41 إلى 28 غدا في العاصمة، تنخفض قليلا يوم الثلاثاء من 39 إلى 28 مع ظهور كميات من السحب والغيوم، وهناك فرصة لكنها تبقى ضعيفة لأن ترى العاصمة الرياض بعض الزخات الرعدية من الأمطار، ربما تكون الفرصة أكبر لحدوث بعض الموجات الغبارية، لكن ترتفع فرص هطول الأمطار الرعدية يوم الأربعاء مع بقاء درجة حرارة تقريبا مشابهة ليوم الثلاثاء من 39 نهارا إلى 26 درجة مئوية ليلا. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. لا تنسوا دائما متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تحميلكم لتطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني طقس العرب arabiaweather.com ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.